كيف كنتوا تنتظروا الهلال هذيك في ليله رمضان؟ هذا هو المكان، هذا هو المكان نجيو لهنا الهلال. قلت الهلال 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 يطلعوا العلماء بوزري عند المنجم جبل تاع بوزري عند المنجم باش يجيبوا الخبر يعني لا زاد الهلال ولا لا. نجيو لهنايا هنا والمدفع ما فيهاش والمدفع هذا هنا كان يضرب ولا واش هنا تحت هنايا كان هنا تحت كان هذا واش هنا كان اللي كان فيه الطبانه الطبانه نعم والدراري متبعين كانوا يجيبوا المدفع هذا كان هنا بمنظر السلطان هنا كيما طلعنا هنا يطلعوه هنا تحت طلعوا تحت والشيخ يشوف بالنواظر يطلع الاعلام ويتبعوا الفنار من الاعلام من يطلع من جامع الكبير جامع الكبير من اللي يعس الاعلام كي يطلع الكبير قدام المدفع بعدين يغسلوا يده يطلع اعلام الاعلام يعني ما عندها فنار شعل شعل كي يشعل الضوء هذاك بالليل واش يعمل لهنا الاخر ذاك الوقت يعطي اشاره يضرب المدفع اه واش يضرب شوف ها من ها من هكذا راه للهلال راه راه ها قريب يتمسى شوف قريب مازال شويه مازال شويه بركه راهلي هاو على راس الكدية سوا سوا هاو بين بين السجرات هذوك زوج هذوك السجرات شفتو شفتو مليح مليح الله يسامح بالصحة والسلامة يا ربي يحفظنا يا سيدي رمضان يجزاك مبروك علينا مسعود على جميع المسلمين آمين والحمد لله الله أكبر الله